هي ما هو ضوابط تعريف أو ما هو تعريف بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وكيف تصير بلاد الإسلام بلاد كفر والعكس يعني؟ نعم، هذه مسألة بلا شك عالجها الفقهاء المتقدمون، واختلفوا كما هو شأنهم في كثير من المسائل، ولم يستطيعوا أن يضعوا جوابا حاسما للخلاف يمكن الاطمئنان إليه والاعتماد عليه. فأنا أقول أي إقليم يغلب عليه المسلمون ولو كان حكامهم لا يحكمون بما أنزل الله كلا أو بعضا، فذلك لا يضر ولا يخرج ذلك الشعب عن كونه شعبا مسلما، ولا يجوز مقاتلته فيما لو كان هناك دولة إسلامية، لأنهم إذا دعوا إلى الإسلام فسوف يستجيبون له وينقلبون تماما مع ذلك الداعي المسلم على الحكومة التي تحكم فيهم بغير ما أنزل الله. فإذا نحن لا نجعل الشعب المسلم بسبب حكم حكامهم بغير ما أنزل الله أنها أرض غير إسلامية، وأنه يجوز مقاتلتهم وفرض الأحكام التي تترتب على دار الحرب وليس على دار السلم. هذا الذي نعتقده وندين الله تعالى به، والله أعلم، لأنني قلت تحدث قديما في هذه المسألة وما ذكروا دليلا حاسما للموضوع، لكننا نحن نعلم الآن أن حدثوا ما شئتم عن أي بلد، فالشعب الجزائري شعب مسلم، الشعب السوري شعب مسلم، الشعب الأردني كذلك، وقيسوا على ذلك إلى آخره، لكن القوانين التي تطبق عليهم الكثير منها أو أكثرها هي ليست إسلامية، لذلك لا يجعل هذه الشعوب غير مسلمة تماما. كما قلت آنفا، حزب البعث في سوريا لا يجعل المسلمين بعثيين، حزب البعث في العراق لا يجعل العراقيين غير مسلمين، ولذلك نفرق نحن بين الحاكم وبين المحكومين، وحينما نقول يجب مناصرة الشعب العراقي فذلك لا يعني مطلقا أنه ليس أن نقول فذلك لا يعني أنه يجب مناصرة الحزب البعثي أو مناصرة رئيس حزب البعث، بل ذلك لا يعني أنه يجوز مناصرته، لكن الشعب هو الذي يجب مناصرته يا شيخ. السؤال يعني